أرسل نادي الأهلي قائمة الفريق الإفريقي الأولية التي ضمت 22 لاعبا وشهدت العديد من المفاجآت، حيث استبعد حسام البدري المدير الفني كلا من صالح جمعة لاعب الوسط لعدم التزامه، كذلك حارس أحمد عادل عبد المنعم بعد انضمامه إلى المقاصة، واستبعد أيضا عمرو بركات لاقترابه من الانتقال لصفوف سموحة، وخرج أيضا كل من محمد نجيب وأكرم توفيق وحسين السيد ورامي ربيعة والمحترف الجنوب أفريقي باكاماني لأسباب فنية.